إلى حياة كريمة، حيث واصلت القافلة الطبية بمركز الفتح بأسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي، والتي أطلقتها مديرية الصحة في المحافظة. وبدأت القافلة أعمالها أمس بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شملت القافلة الطبية عدة تخصصات، كما ضمت معامل تحليل وأشعة وتحرير استمارات علاج على نفقة الدولة وتحويل حالات مرضية منها لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات المركزية. من أول ما يدخل المريض ياخد التذكرة ممكن يلف بها على جميع العيادات، يعني لو المريض ممكن يعمل تشيك أب على كل جسمه، تمام، أسنان بطنة جراحة كله تمام، اللي محتاج المريض بيتعامل له بياخدوا كل حاجه مجانا. الخدمه طبعا مجانيه بالكامل، المريض مش بيدفع اي حاجه وبياخد دواء بالكامل. الادويه ذات جوده عاليه، يعني هو لو اشتراها من بره هتكلفه كتير، بياخد فتره علاجه كامله فمش بيحتاج يشتري من بره اي حاجه. موفرين كل الادويه اللي محتاجها اللي محتاجينها في التخصصات الموجوده، حتى التخصصات اللي مش معانا برده موجوده الادويه بتاعتها، بحيث الدكتور ممكن يكتب له للمريض الدواء اللي هو محتاجه.